والسلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. عرفتوا؟ يلا دخلت من برا، يلا دخلت. ايوا الصباح حنا ندور. المهم هاد اليومين، النهار اللي صورنا لكم والنهار الثاني كنا كنقلبوا، كلها بقينا نقلب على الديور. عرفتوا مني جيت دابا، دخلت دابا حاليا من دخلت الدار، بغيت نعنق الحيوط، بغيت نبوس الحيوط، بغيت نبوس الصالون. هتقولي لي علاش واش تطيتي ولا ما تطيتش؟ شفت داكشي اللي شفت؟ الحمد لله الحمد لله، بعدا كي نظرت وشفت واقتنعنا، راجلي اقتنع وانا اقتنعت، صافي اقتنعت بانني ما نقدرش ندير خطوه واحده، القرار الاخير ما نقدرش ندير خطوه واحده نخرج من الدار، حيت تشمت الشمته الاولى اللي تشمت. دابا ملي جلسنا كنهضروا انا ومهند، قلت ليه شوف الا خرجنا من هاد الدار راه غنتشمتو جوج شمتات، الشمته الاولى ديال الصالون اللي مشى، الله يعاونو الله يسهل عليه، الصالون دابا راه مشى حيت زربنا، كان علينا تا نمشيو نسولو ونقلبو عاد نجيو نبيعو الصالون، صافي الصالون مشى، الشمته ديال الصالون اللي مشى تباع، والشمته ديال الدار هذه اللي غنفلتوها، هذه اللي فيها حاليا، راه مني دخلت انا شفت هذيك المناظر ديال الديور هذه ولات كتبان لي حلوه، وجا تا هو قال لي قال لي غنصبر لهذيك الساعه ديال الطريق وما نجلسش، قال لي عرفتي راه الضيق والحمام صغير والكوزينه ما كاينش نحط انا الفران الكبير، قلت له الفران غنصدقوا بيع دابا الفران وشاري الفران اخر، قال لي الثلاجه هذه الثلاجه اللي عندنا ما غاتتحطش، غنصدقوا شاري ثلاجه صغيره قد النقطه، المساحه صغيره، زائد على ذلك بزاف الناس تواصلوا معايا شكرا شكرا شكرا، البنات اللي ساكنين تما في دبي قالوا لي نواره عاد كي تخرجي من الدار راكي باقا ما سولتيش على المدارس، مدرسه هنايا راه غير قال لي مدرسه في دبي المدارس على حساب الحضانه لبنتي، ضروري بنتي غندخلها الحضانه حيت وقيتي ديال الحضانه دابا، ايوا قالوا لي بقاي في دارك، وريتو الرسائل كامل مهند، المهم قرا كلشي، قال لي صافي اقتنعت، قال لي انا غنصبر للطريق، قال لي غير جلسي في دارك، الحمد لله الحمد لله، واخا تباع دابا الصالون والله الا ملي كانوا كيهزوا فيه، شوف مكتب من واحد السيده الصالون داتو الله يسهل عليها، عرفتو ملي كانوا كيهزوا فيه والله تقلبي، حيت كتعرفوا مش نقول لك انا ربي تكبد عليه الحوايج ولا شي حاجه، لا كتعرفوا واحد كيكون مفرشو كي جلس يفطر فيه ويتغدى فيه بالشهوه، داك الصالون انا كان عزيز عليا، ولكن مشى الله يعاونو، مشى صالون كما كنقولوا، الفراش غادي جاي، المهم الدار هذه اللي خرجت منها هي الشمته الكبيره، حيت بحال هذه ما غاداش نلقى، شوف ملي دخلت للدار ما شاء الله البيت قدو قداش، البيت هذا كنشوف كنقول لي شوف فاش عايشين ما شاء الله، راه نعيم هذا وما حاسنش به، قلت لي صافي ما تبقاش تقول لي حتى حوالي، صافي دابا حنا غنجلسوا ان شاء الله هنا، قلت لي دابا جري جري عيط لمول الدار مع كنعلمو، قال لي صافي غنخرج انا خويا، مول الدار بدا يقلب على كاري جديد، تعرفوا تخوي التير يبدا يقلب على كاري باش يدخل الكاري بلاصه، قلت لي علمو بالزربه قول ليه راه سيدي ما بقيناش غنخرجوا غنجلسوا هنايا في الدار، ايوا هادشي مكان هذا هو القرار اللي قررنا، انا دابا داخله جايبه الكومير ديالي من الزنقه وداك الشيء، هاد الكومير اختي راه باقي ها ما دارش لك القرماشه، اجيبها كي تقرمش عرفتي خرجوا لي من الفران، بلا تنحلوا ليكم خرجوا لي من الفران وعطاها ليا، انا جايبه جوج كوميرات ماشي كوميره غناكلها دابا مع الزبده، جبت الزبده البلديه وداك الشيء مع الكوفيسير وداك الشيء، نجلس مع راسي في داك الصالون يا اختي ونتسنط لعظامي، ويلي قلت مالي انا بديت نجري ونجري مالي تلفت التلفه كلها عاوتاني، حنا انا ومهند العقليه بعد مرات راه بحال العقل هذا ما كيكونش، انا غادا نجري كنقول نبدل غير العتبه، حيت ملي دخلت هاد الدار صراحة يعني طراو فيها واحد الأحداث بزاف، قلت أنا نبدل غير العتبة باش نهنا ونرتاح، هادشي اللي كنقول أنا نبدل العتبة بعتبة أخرى، أما مني شفت هداك الشي ما بغيت نبدل لا عتبة لا والو، نبقى في هادي اختداري صافي، مهند دابا قال لي غنصبر أنا للطريق هاديك الساعة ديال الطريق مشية وساعة مجية، ما صافي نصبر أنا وجلسو نتوما هنايا الدار متيسعة عليكم، حيت هو مكيجلسش هو راه كيمشي الصباح وكيجي بالليل كيتعشى كينعس، انا اللي جالسه في الدار انا وبنتي، بنتي كتبغي تلعب تطلق الالعاب ديالها كتهز داك البيكاره كتبقى تلعب هنا في الصالون، تما ما كاين لا بيكاره فاش تلعب لا والو والو، عاد باغا نقلب ليها على الحضانه ضروري ذهب كتعرفوا خاصها تدخل خاصها تبقى تدخل للحضانه باش تهضر مع وليدات وداك الشيء، نقلب عليها شي حضانه ونقيدها تما، الدريات صافي الله يعطيكم الخير، البنات اللي ساكنه تما في دبي البلاصه فين كنت كنقلب عليها فيها، قالت لي واحد السيده شوفي نوره نقول لك الصراحه، قالت لي انا ساكنه في البلاصه نفسها اللي جيتي تقلبي فيها الديور، قالت لي وباغا نتحول لعجمان، قالت لي من دبي باغا نتحول لعجمان، قالت لي غير نصحك نصيحه بقاي قبل ما تفلتي الدار اللي انت فيها،
المهم دابا رأيتي هوا اتاي نحط لي الصينية نحط لي الكمير ونجلس الله على راحة. المهم احسن حاجة باش ما نبقاوش انا مهند مشي الدين قولي لا انا ما بغاش نمشي هو يقول لي لا ما راعيتيش ليا الطريق وهادي هو جا مقتنع جا بوحدو مقتنع قال لي صافي يعني انا اللي جيت باغا نفهمو ونقول لي جلس ونهضر معاه بشويه مهند صعيب باش دخل لي الهضره راسو يعني نجلس معاه نقول لي شوف الطريق راه مزيان تمشي من الطريق وتجي وهنا جالسين وحسن لينا وموفرين ما يفهمش يقول لي لا تي بغيتي ليا العذاب تي بغيتي تبقاي غادي وجاي حيت دابا هي جالسه في الدار ما كتضربيش ديك التماره ديال الطريق هادشي اللي غايقول ليا ونصدق انا وياه من هنا لهنا من هنا لهنا اللهم دابا شاف بعينه وجرى وضارب بعينه وتاكد وجاب بوحدو وتفاهمنا انا وياه قال لي صافي ما نخرجوش قلت ليه شوف جلست معاه قلت ليه دابا شحال انت غتخلص كاع هاد المازوط معاه وكيحسب قال لي فيها التعب وفيها المازوط قلت ليه قاعد المازوط شحال بك يحسب ليا في المازوط قال لي كل 3 ايام انا كندير 100 درهم للطوموبيل كل 3 ايام عندي كندير 100 درهم تقريبا غتجي كاع هذيك 36000 مغربيه كاع نديرو ديك 2000 درهم مغربيه في الشهر ديال المازوط غادي جاي والله ما هذه قلت ليه ولا شوف الاسعار اللي غنشوف الزياده اللي غتخلص في الايجار زائد الحضانه لبنتك وزائد بزاف الحوايج قلت ليها فكر مزيان قلت ليه اللهم هذيك 36000 مغربيه ولا 1500 درهم مغربيه ولا 2000 درهم مغربيه في المازوط ولا هذوك المصاريف الاخرين قلت ليها نفكروا بعقلنا قال لي صافي نيت حسبها لقاها ما مسلكاش كاع اصلا دبي المهم قلت ليه باش تفرح شوف قلت ليه باش تفرح بالراتب ديالك وبخدمتك باش يبقى لك شويه الفلوس شيطهم قلت ليه باش تفرح بهم راه خاصك تبقى هنا وتصبر كي بغيتي تما تمشي اللي تشدو من تما تحطو تما قلت ليه كون هاني المهم يلا المهم خليني نشرب كوس اتاي ندير المجاج اختي شرب واحد كاس اتاي يا اختي جيت مصهوطه كما كيقولوا دايخه شي شويه الزيت والزبده دابا قلت لها اجي وجعتي بغات تاكلي قالت لي لا المهم صافي راه حطيت الزبيده شويه ديال الفرماج غناكل انا غير بوحدي هادشي يعني نحطو من الخارج سخون اختي قطعو دابا اش كديري تما اجي لهنا اجي لهنا زيدي سلمي على خوالاتي زيدي ديري لهم قلب ديري قلب ديري قلب ديري لهم قلب كيقول لي دي ذهب الحضانه دي ذهب الحضانه دابا عارفه غنخصني ندخل الحضانه هادي وليدي هذا وليدي المهم كما كتشوفوا هاد الظليمه طاحت حيت انا دخلت للدار طاح الظلمه واخا طاح الظليمه اختي نضربوا ديك الكمير مع راسنا صبي اتي ها شوفوا اختي التواسع ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا عرفتوا هاد البيت كبر من استوديو هذاك الاستوديو اللي كنا شفناهم كبر منهم شوف المساحه ما شاء الله اللي فيه شوفوا دار غير البيت شوف المساحه شوفوا عاد هاد الدخله هاد البلاصه هنايا بغيت ندير فيها شي حاجه كتعرفوا يعني عندي المساحه وهنا الحمام وحمام الاخر ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا كي متسعه وجيه في صاله ديالها نظاميه شوف التواسع بنتي كتلعب هنايا بالبيكالا كتضل دير الالعاب شوف ما شاء الله ونخليو هاد الخير كله ونقلبوا ياك ذهب نخليو هاد الخير كله نمشيو نقلبوا على جوج شبوره المهم دخلت هنا للبيت كملت كلي الكومير داكشي عرفتي شحال وليت كندير البنات المهم انا يلا كيدخل دابا غنغسل غير وجهي وليت كندهن وجهي بالزيت البلديه عرفتوا انا وجهي شنو هو المشكل اللي فيه دابا الحبوب الحمد لله راه كاين شي حبوب صافي تهنيت منه عاوتاني البد ما بقاش كاينو داك يتفرقع عليا داك الحبوب دابا وليت غير عندي واحد شويه كنحس بوجهي ناشف بحال ملي كندير شي كريم كيبقى القشور طالعين دابا هاد اليومين وليت كندهن بالزيت البلديه والله العظيم عرفتي وجهي ولا كنحس بيه بلاص شوف راه دابا غندخل نغسلو عاوتاني دابا بالصابونه عاديه وندهن ليه واحد شويه غير من الليل كنشد واحد النقيطه ديال الزيت البلديه ديال الزيتون وكندهن هنا وكندهن هنا اختي ايطرو 20 درهم يدي ليا عام انا مشيت خديت هذوك البرودوي الصراحه غاليين وزوينين قلت ليكم راه كنا ما كانش الحبوب والله ما نوقفهم بالعكس عرفتي كتحسي بوجهك رطيت
طب ولا بحال الدراري الصغار. دابا شديت انا وليت على زيت العود كندهنوا الوجه والله الا من الليل. واحد الصديقه ديالنا قالت لي شوفي سيري عند دوك الناس اللي كيطحنوا اللوز وكيطحنوا الزيت الارغان وكشي خليهم يطحنوا قدامك وديري زيت الارغان وجهك بالليل. قالت لي راه يولي بحال هكا. قالت لي ما شاء الله شلوح كما كتشوفي زينات الشلوحه. تحيه للناس الشلوح. قالت لي كتشوفي موجههم رطيب طب وداكشي. قالت لي راه كيديروا زيت الارغان لوجههم. انا باغا نقلب عاوتاني شكون اللي طاح ليا يحصر ليا زيت ارغان قدامي نشوفو ونتوالوا ولي نديروا الوجه صافي. وقال انا نقلبها غير زيت العود ولا ولا الزيوت باش بلي حيت ما لقيتش الحل. دابا باغا نمشي فيا نمشي عند الطبيب عاوتاني وتخرج ليا الدواء عاوتاني ولكن خفت عاوتاني تفرقع ليا الحبوب ونصدق خاسره في الدوايات. كتعرفوا شريت الدوايات في المغرب 2500 درهم مغربيه ايوا حتى حاجه ما كاينه. اللهم دابا زويته ندهن بها. دابا بغي نغسل وجهي وغندهن عاوتاني بالزيت. ايوا اختي راه مباشره دابا ما مبينش مزيان لكن انا الصباح انا عجبني وجهي ملي نتغسلته اختي ما بينش دوك القشور كاع ما بقاو كيبانوا ليا. هذوك القشور كيبينوا شويه اختي الشرف بنادم كيبانوا بشرته يابسه. نشوف كتشوف الدراري الصغار ما شاء الله بشرتهم رطبه كتكونوا تشوفوها فيها الحيويه يا اختي. انا بشرتي نشفت 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 اجمل. شوف راه مشات هز الطار ديال كومير. كومير ها هو جا شو جات ليا. شفتي نمله يا سيدي؟ لا شفتي شو؟ عجبك ماما؟ نجم عجبك ديال تقول لبابا سير سير يلا يلا كي جاك تبغى نوريكم البيسه. البيسه اللي جبتي ليا جاب لي واحد البيسه زوينه. البيسه كاع ما وريتها ليهم. جاب لي واحد البيسه كان جا ما جابهاش ليا دابا بالحق. جاب لي البارح ملي دخل من الخدمه وجاب ميكا. قلت لي شنو داك في الميكا؟ قال لي جيب لك شي حاجه. بغى يدوخني بغى يدوخني والله ما دوخني والله ما دوخني بغى يدوخني. مني تخلص قلت لي شوف الذهب فك شوف الذهيبي فك فك. جاب لي واحد اللبيسه قال لي هاك هذا كادو ديالك. شوف انا نمشي نجيبها دابا نوريها لك. نمشي نوريها لكم. جاب لي قال لي الكادو ديالك ديال ها انت راه باقا ما لبستهاش باقا جديده. شد شد سرحها سرحها شوف السر راه وريها ليهم ودرا الذوق ديالو. شو هاي ترى كل البيزه يعني عادي وراه جديده وداك الشيء زعما فين. يلا سلام الخدمه تفكرتيني. لا قبل ما تخلص الخدمه قبل ما تسالي مع هو خدام في ديك البلاصه حدا المحلات وداك الشيء. شوف اللبسه اللي جاب ليا نسرح السروال. السروال مفضفض ها انت هاك القميجه عجبك ها عجبك. الله يعطيك الصحة زوين عجبني صالح عجبني البيتة ولكن ما نقدرش نقولها ياك. علاش ما نقدرش؟ أنا كنقول الصراحة. نقول الصراحة أنا عجبتني حيت غنلبسها. أيوا حيت كيعجبني أنا السراول المفضفض نشوفو كناخذ فيهم راحتي. شوف السروال كي داير جاي مفضفض وريهم السروال. كنبغي بحال هادو خصي حسن من ديك اللاصق كنبقى رجلي ما عرفتش كيفاش هذا كي ها ومع الجو هادي مفضفضة جاب لي ديك الحوايج مفضفضين ديال ديال الموظفات ديال البيرق. المهم شوف شوف ما غتهرب فين. شوف هادي اللبسة غتخلي على جنب وليني النهار اللي غتخلص انا تما ما تسمعش معاك. قلت لي شوف شوف ها بلاتي شوف. قلت لي ندشن سمع سمع اش قلت لي. قلت لي ندشن لك فلوسك تدشين تدشين. دابا هو سمع تدشين جايب لي هاد 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 قال لي هاد ما خصها هي بس هيك على الماشي يعني هكذاك هادي غير شفتها عجبتني جدا. صافي صافي هادي خفيفه ظريفه هادي خفيفه ظريفه. ثقيل باقي جاي لقدام ثقيل باقي جاي ها براس الخاتم. شوفوا الدريات ها انتم شوفوا 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 هاد اليد وشوفوا هاد اليد. الخاتم ديال الزواج ما بقاش والو مشى ليا والو وراه قلت لك كيفاش طرا حتى مشى ليا الخاتم ديال الزواج. مشى ليا الخاتم ديال الزواج وخلاني بلا خاتم. دابا نخرج طيب اوكي ازقع نخرج غيطبعوا فيا غيطبعوا فيا يقولوا هادي خاص الخاتم الزعك كبير يبان يبان انني متزوجه. الذهب ما بده ذهب. لا الذهب بصح هذه غلبتيني ولكن ايش نقول لك دابا شنو دابا شوف الخاتم ديال الزواج ولا ما سمع سمع ولا الحين ولا هلا ولا
لوا كيبان البنادم من بعيد المرأة المتزوجة المرأة المتزوجة وكبيرة خاصني شوف شو غتجيب اخ كبيرة هاد المرة والله العظيم خاصني الخاتم بإيدي شوف مبقاتش لي الخاتم لا والو لا قلت لك مبقى لي الخاتم لا والو واش نقول الحقيقة الدرية شنو كاين أصابعك حرير ما بدهم ذهب ما بدهم شيء شوف بالخاطر صحة اللي بغيتي اللي بغيتي نديرو جايبو جايبو كون هاني حيد حيد دابا النهايه ديال الفيديو غنختمها قلت الذهب اسمع اسمع الذهب واش كلمه زوينه في حقي باش نكونوا باش نتصالحوا دابا حنا نتصالحوا علاش متخاطلين لا ما تخاطلين لا باش نتفاهموا انا وياك باش ملي تشد الخلصه من تما عيط ليا قولي الو نورا فينك اش كديري دابا غنقول لك اش كندير حتى انا كندير شي حاجه نقول لك ما بقيتش كنديرها صح ولي خرج عندي لتحت لبسي حوايجك ايوا غنشد الطرق ديال الذهبي ديال الذهبي قول ولا قول على طول صافي تما تما غنتصالحوا صافي هاي صافي هما شهدوا عليك صافي على هذاك اللعيب صافي صافي هما شهدوا عليك شهدوا عليه ودي لبستيني صافي شهدوا عليه ها هو المهم مهانه دخل يدوش انا نمشي نوجد ليه العشاء بالزربه ايوا راه خاصنا دابا نوجدوا العشاء قبل ما دير لنا شي زائر 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 سبع كيدير الزائر ولا الزعير ولا شنو هي الكلب ينبح والحمار يهرنط والسبع والحمار يهرنط دابا قول لي السبع اش كيقول زائر زائر الاسد ولا شنو شلون تحكي هاي شو عو 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 دابا بغيت نقول لكم زعما كاين قبل ما يدير الكلب اوكي عو عو بس الاسد شو الاسد زعير ولا زائر ولا قول قول صح وتوما ما بغاش شو عرفني هو ما عارفش اصلا واش عرفني شو جاي بغا يتلفني يصلي من الصباح باش تغدا قال لي زفير وزخير لا لا والله حتى كنت قاريه في المدرسه كيقول لنا زائر مع الزعير مع هلا المهم صافي ماشي مشكل يلا قبل ما يجعر لينا نمشي نوجد العشاء نمشي نوجد لي العشاء يلا وقد فيديو ما عرفتش جاي طويل ولا كيفاش جاي مو نخليه بحال هكا بابا نخليه بحال هكا ما كاينش حتى المونتاج ما نخليكش دير كاين تقطيع المونتاج كاين لا تقطع لا والو سير على الله